هذا وبحث المنتدى الإقليمي لتنمية الاتصالات للمنطقة العربية والذي تستضيفه مملكة البحرين في يومه الثاني، بحث العديد من المواضيع المتعلقة بسبل تعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اعتبار أنه قطاع أساسي في عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يعزز هذا القطاع نمو قطاعات الاقتصاد الأخرى ويسهم كذلك في مواكبة التطورات المستقبلية المختلفة. وأكد المتحدثون في المنتدى من خلال الأوراق التي تم طرحها في اليوم الثاني للمنتدى والتي ركزت على الدور المهم الذي يطلع به هذا القطاع والتحديات الحالية والمستقبلية. ناقشنا الكثير من المواضيع المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والثورة الحالية ومدى أهميتها لتأسيس نظام حديث ومتطور في نظام الاتصالات، بالإضافة إلى المواضيع الهامة والحيوية والمتعلقة بالتحول الرقمي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى بحث الكثير من المواضيع المتعلقة بفرص التعاون ودعم آليات التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خصوصا وأن التواصل بين الدول والاتصالات مهما للغاية في الوقت الحالي، فضلا عن أهمية التركيز على العديد من المهارات في هذا القطاع. في الاستراتيجية اللي نظرنا لها في الفترة السابقة واليومين اللي فاتوا، دور الاتحاد في تنمية القدرات، دور الاتحاد في مساعدة الدول على تبني الاستراتيجيات والأطر المناسبة لخدمات مثل الأمن السيبراني، لخدمات مثلا التحول الرقمي، هذه الأمور وفي جميع القطاعات الأخرى طبعا هذه من الأبرز مجال من خلال هذه المنتدى، وأيضا التعاون الأممي مع منظمات الأمم المتحدة كان أيضا من المخرجات الجيدة لهذا المنتدى. النقطة المهمة اللي شفنا الدول تركز عليها هما نقطتين، التحول الرقمي والأمن السيبراني. هذه الموضوعين باتوا من المواضيع المهمة على مستوى المنطقة، خصوصا أن كثير من الدول أو كل الدول من بعد جائحة كوفيد قامت تنظر في رقمنة والتحول الرقمي في جميع القطاعات، وبات قطاع الاتصالات طبعا من القطاعات اللي مهمة جدا كبنية أساسية لجميع القطاعات الأخرى، فبالتالي أهمية وضع الأطر المناسبة للتحفيز ولتشجيع الابتكار وتشجيع أيضا انخراط الشباب ودور المرأة في هذا القطاع جدا صار من الأشياء الحيوية تناقشها وشفناه على مدى اليومين في هذا المنتدى.